مهندس مدحت استفانوس نائب الرئيس التنفيذي لشركة الأسمنت اللي طلعناها امبارح في اسكندرية. طب وده ما عندوش مشكلة ده ما أستاذ مدحت؟ باشمهندس مدحت أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أستاذ محمود. أهلا بيك. إحنا ما اتكلمناش عليك خالص، اتفضل. امبارح كان في حضرتك اتكلمتوا عن المصنع عندنا في اسكندرية. أيوه. استضفتوا حد من المنطقة المجاورة. أيوه. وكان في شكاوي من المصنع، وانا ده السبب اللي خلاني حبيت ارد واعمل مداخله. كويس، اشكرك. وانا سامع حضرتك يعني من اول الحلقه بتقول كلام مهم جدا عن عدم الاهتمام الا بقضايا الناس او بالحقيقه، بمعنى اصح انك مهتم بالحقيقه، فهو ده اللي شجعني ان انا اتكلم واقول لحضرتك انا اتمنى عليك انك انت تشوف. شرفني يا فندم، اتفضل اتفضل، انا تحت امر حضرتك. اتمنى عليك انك حضرتك تشوف الحقيقه بنفسك، علشان لم مش يعني مش اي حد بيشتكي بتكون الشكوى بتاعته بتعكس الواقع. اللي انا حابب اقوله لحضرتك انه هذا المصنع بالتحديد في اسكندريه، وده مش حاجه انا بقولها عن نفسي، انا اتمنى انك تديني فرصه ان انا اجيلك بمستنداتي صوت وصوره ومستندات مكتوبه. هذا المصنع الأول على مستوى جمهورية مصر العربية في تطبيق واحترام كافة القواعد البيئية، سواء على مستوى القانون المصري أو على مستوى ما هو مطبق في أوروبا. فعملية الهجوم المستمر لأغراض الماء من أشخاص يدعوا على المصانع بالتحديد في جهات مختلفة مش بس المصنع ده بهذا الشكل، الحقيقة موضوع بيتحط قدامه علامات استفهام كتير، ولابد من انه يكون في ناس خبراء فاهمين الفنيات يقدروا يدوا لحضرتك الرأي في هذا الكلام، لانه مش لو كل واحد تعبان او كل واحد عيان وجاره بيعمل اي نشاط ويقول هو السبب، اعتقد يعني ما حدش هيشتغل خالص يعني. فأرجو من حضرتك انك تدينا هذه الفرصة، انا عايز كاميرا حضرتك في البرنامج تروح تزور المصنع وتشوف هذا المصنع وما هو مطبق فيه. ايه يعني استثنى حضرتك يعني ايوه فهمت، يعني هذا المصنع ما بيطلعش اي غبار من المكان بتاعه؟ ما فيش اي نشاط بشري يا فندم، البني ادم هو ماشي على الارض هيطلع. نعم بار. نعم البني ادم هو ماشي على الارض هيطلع غبار اكيد. اي لكن هناك لا، انا مش بكلم سيادتك في النظريات الانسانيه العامه. لا مش نظريات، ده انا بكلم سيادتك في المصنع ده والشجر اللي انت شايفه قدام حضرتك دي، جايبه الاسمنت ده منين؟ الشجره قدام حضرتك اهي. الشجره قدامك اهي، جايبه الاسمنت ده منين؟ هل في دوله في العالم في مصنع ملاصق للبيوت كده؟ هو حضرتك المصنع اللي ملاصق البيوت ولا البيوت اللي ملاصقة للمصنع؟ والله سيادتك ده سؤال مهم قوي لازم حضرتك تسأله. أسمع هذا منك المصنع موجود في هذه المنطقة من سنة 1948 لما كانت هذه المنطقة بالكامل صحراء جرداء، كان فيها مجموعة مقابر. طيب أنا بقى سيادتك أستاذ مدحت وصادر ترخيصه بأمر ملكي. كويس قوي، تمام. تمام. تمام كده، المصنع موجود من 48 بالظبط. تمام، كويس جدا، يعني بقاله فوق 66 سنة بالضبط. ماشي، أنا ماليش علاقة بالقصة دي، أنا بكلم على أنه حاليا المصنع وسط المساكن، يزيلوا المساكن يزيلوا المصنع، أنا بكلم على في مشكلة. أنت دلوقتي بتقول المصنع له الأولوية في المكان، صح؟ تمام. يبقى يمشوا البني آدمين من هنا، أنا موافق مش معترض أن الناس تمشي، مش معترض خالص، انما لابد ان يفضل اشتباك ما بين المكان ده مع المكان، ما يتناسبوش يبقوا مع بعض، ولا انت مش معايا في الحته دي؟ يعني ما ينفعش ان المصنع يبقى موجود في وسط المنازل، مصنع اسمنت. انا عايز اقول لحضرتك انه الـ 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 الاتربه اللي موجوده عندنا في مصر عموما ليها اسباب متعدده، مش بس ما سيادتك انا لا اناقش قضيه الاتربه ولا الحاجات دي خالص. انا بتكلم على مساله بسيطه ومحدوده، وجود مصنع اسمنت وسط المساكن اللي بيسكنها ناس، هل يجوز ذلك من وجهه نظر حضرتك؟ لا. طيب
يبقى نشوف بقى مين صاحب الأولوية في المكان. أو لا يجوز طالما المعايير البيئية مطبقة. طالما المعايير البيئية إيه؟ طالما المعايير البيئية بتكون مطبقة في هذا المكان فما فيش مشكلة. يعني في كل العالم في مساكن قريبة من مصانع الأسمنت. في العالم مصنع أسمنت مرسخ للبيوت كده؟ اه كتير في اوروبا. يبقى ورينا والله. والله في اوروبا ورينا. ما انا بقول لحضرتك آه انت لو وريني بس هو فرصة. هو دلوقتي في نص مناطق سياحيه دلوقتي انا كمان. مش هخش معاك في سجال. انما في المشكله لا هي المشكله حضرتك ايه؟ طيب انا مش هخش معاك يا استاذ مدحت في سجال لان انا عندي وقت محدود، لكن عايز اقول لحضرتك باختصار اذا كان لديك مهندس متخصص في البيئه بيقول ان وجود هذا المصنع جنب هذه المنازل أمر طبيعي ولا يشكل خطر، أنا أول واحد حاجي أتصور في المصنع بتاعكم أقول لكم ربنا معاكم وربنا يوفقكم. عايز حاجة أكتر من كده؟ هات لي بقى أوراق من البيئة تقول إن الوضع ده وضع إنساني. وخلينا نتكلم تاني بكرة يا أستاذ مدحت. أنا يعني إن شاء الله إذا عشنا هفتح لحضرتك المجال نتكلم تاني بكرة ونكمل في هذا الأمر ونشوف حد من بتوع البيئة نناقش هذا الأمر. وأنا بشكرك الأستاذ مدحت استفانوس المتحدث باسم هذا المصنع الملصق للمنازل، وهو يقول أن في أوروبا في مصانع أسمنت كده ملزقة البيوت. يعني دي حاجة يعني بدليل أن إحنا لما عملنا مصانع أسمنت عملناها بعيد زمان في الطرة والحتت دي كانت حتت بعيدة ما كانش حد ساكن فيها. دكتورة منال عمر بعد الفصل. بعد الفاصل، هل تساهم قناة السويس الجديدة في إحداث تنمية حقيقية في المجتمع؟ سؤال تجيب عنه الدكتورة منال عمر استشاري الطب النفسي.